مسيا طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. دائما نسبة رطوبة عالية على الواجهة الشمالية، خاصة الواجهة الغربية، ضباب خلال الصبيحة مع سحب سفلى لتتحول الأجواء إلى رعدية، احتمال لبعض القطرات من الأمطار حتى على السواحل، وكذلك المرتفعات الداخلية وتكون تحت توقع الرعود. نفس الأجواء كذلك على الجنوب، على أقصى الجنوب مرتفعات الهجار والتاصيل وصولا إلى منطقة الصورة، شمال الصحراء كذلك الصحراء الوسطى. للإشارة فقط دائما تنبيه من المستوى الثاني سار المفعول عن موجة الحر التي تجتاح دائما الصحراء الوسطى وكذلك مناطق الجنوب الغربي إلى غاية أقصى الجنوب، مع زوابع رملية ستنشط بكثرة. إذا بحول الله ستخص كل من مرتفعات الهجار والتاصيل الصحراء الوسطى، كذلك مناطق شمال الصحراء لتلتحق على الهضاب، أما خلال الليل ستلتحق على السواحل الوسطى والسواحل الشرقية. درجة الحرارة خلال ليلة اليوم إن شاء الله ترتفع، خاصة على الواجهة الداخلية، لتقارب 29 درجة على قسنطينة، 28 درجة على البيض، 28 درجة على العاصمة. ترتفع أكثر على الصحراء، خاصة على الصحراء الوسطى، لتقارب 37 درجة كعلى مقياس على كل من تيميمون وأدرار. أما خلال ظهيرة الغد دائما ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة، خاصة المرتفعات الداخلية والواجهة الشرقية، مقاييس تصل لغاية 46 درجة على تيزي وزو، البويرة، عين دفلة، كذلك البليدة، 42 درجة على قسنطينة، قلمميلة، خنشلة، سوق قهرس، حتى على السواحل الشرقية تقارب 43 درجة، على العاصمة 34 درجة، وهران 31 درجة. أما على الجنوب دائما طقس حار من تندوف نحو شمال الصحراء، أقصى الجنوب كذلك الصحراء الوسطى، خاصة الصحراء الوسطى على كل من أدرار، تيميمون، إن صلح، حيث درجات الحرارة تفوق 49 درجة مئوية. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى هادئ جميل، سباحة مسموحة على الواجهة الغربية، رياح ضعيفة متغيرة الاتجاهات، بينما بحر قليل اضطراب على كل من السواحل الوسطى حتى على السواحل الشرقية. رياح ستشتد تحت توقع رعود من تيارات شرقية على الواجهة الوسطى تصل لغاية 50 كم في الساعة. درجة حرارة مياه البحر دائما تصل لغاية 24 درجة مئوية تقريبا على طول الشريط الساحلي. والطقس على بعض عواصم أوروبا، أين استقرار في حال الطقس على شرق أقول القارة وكذلك وسط القارة، بينما أجواء غائمة ممطرة، أمطار شكل زخات رعدية على شرق القارة على كل من كييف وموسكو، حيث درجات الحرارة تصل إلى 27 درجة. برلين وفيينا نفس الأجواء، أجواء مغشات مع 28 درجة. إسطنبول 32 درجة. باريس 33 درجة. مدريد وروما تصل درجات الحر إلى غاية 34 درجة. غروب الشمس اليوم الغد الجمعة إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 8:09. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع.